عليكم الدراري كيداير كل شيء بخير. اليوم عندنا شباب قاعد ديال الرده، عندنا 13 ماتش ناشونال ليغ. اول مباراه اللي هي دينامو كيف مع باير تحت 19 سنه الترتيب ديالها. دينامو كيف هي الاولى، باير اخر وحده في المجموعه وصافات. دينامو كيف فريق قوي. شاهد عليكم بليز مشاني برسارونا وبنفيكا تاني وجرجة عربي. اخر مباريات دينامو كيف ربحت برسارونا 4-1، بنفيكا ربحت ميان جوج لزيرو، بنفيكا ميان بنفيكا خارج. هاد الماتش هذا التوقعات ديالو ضعف، بنفيكا ربح. ورتشاني للهلال السعودي مع بوغانا كوريا، شوفو فاس فاس بيناتهم. الاهلي ربحت الناك الماتشات كامل، ربحت ولا واحد تعادل، بوغانا خسرات ربحات، عندها جوج درجات خسارة وجوج ربحات. المباراة هادي كانك في الاهلي في تيرانا ديما تتربع، وكان خارج الملعب تتلعب فينال اس فينال. الهلال تربح السنة، الوداد وبركان الترتيب ديال الفريقين، الوداد هي الاولى، بركان هي الثالثة. الوداد ربحات، تعادلات، ربحات ربعة ماتشات، تعادلات ماتش، وكذلك بركان ربحات ثلاث ماتشات، تعادلات جوج. الوداد ربحات ثلاث مقابلات بينهما، الوداد ربحات، الوداد ربحات، بركان ربحات. المباراة تكون قوية، أحسن توقع في هذه المباراة هذه هي بي يمارك بجوج، كلا الفريقين يسجلوا الهدف بي. شامبيون ليغا الدينامو كيف مع الباير، غيابات باير كاين غيابات، الدينامو كيف عندها جوج غيابات. ترتيب باير هي الاولى، الدينامو باير تربح. قبل هذه باينه في البايرن تربح. عندنا فيا ريال واليونايتد، مانشستر يونايتد مقابله قويه، عندهم غيابات، ثلاثه غيابات مانشستر يونايتد وغياب واحد فيا ريال. مقابله بينهما في الطبيعي، وعند جوج ربحات فيا ريال، ربحات جوج ماتشات اخر ماتشات، تعادلات مع سيتا فيغو، يونايتد خسرات ماتش مع واتفورد، خسرات مع السيتي، تعادلات مع اتلانتا، ربحات توتنهام، عندها فوز واحد وتعادل واحد. مقابلة بينهما يونايتد ربحت في تيرانا وكانت خارج الديار، تعادل تعادل تعادل. احسن توقع في هذه المباراة هذه نشوف الترتيب الاولى مع الثانية. مقابلة في هذه الكرة هذه بي ماركي بجوج، دوس فينال دوس فينال. عندنا بنفيكا وبرشلونة، هذا بس برشلونة ربحات الثاني، هذا آخر ماتش ربحات فيه تعادلات، ربحات تعادلات، عندها جوج ربحات وجوج تعادلات. بنفيكا عندها جوج ربحات وجوج تعادلات، مباريات بينهم بنفيكا ضربات الأعلي، ضربات بنفيكا ربحات بثلاثة. هذا المشهور أحسن توقع بي أس فينال، بارسا تربح أس فينال. تشيلسي جيفونتس، الغيابات في
يوفي غيابات وتشيلسي غياب واحد ترتيب بينهما الاولى مع الثانيه مقابلات يوفي بحاجه فشيرانا في الحد اليومي يوفي عندها ثلاثه المباريات فوز تشيلسي عندها اربعه مباريات فوز واحد تعادل هاد المقابله هادي تكون قويه ولكن احسن توقع هو ارسنال ارسنال تشيلسي فشيرانا كتلعب لايزير مع سالزبورغ ليل مع سالزبورغ سالزبورغ عندها 3 غيابات ليل عندها 7 غيابات فصفر ليل تعادلات مع موناكو تعادلات مع أنتوز ربحات سيليا باريس سان جيرمان خسرت مع باريس سان جيرمان تعادلات مع بريست سالزبورغ عندها 2 فوز و 2 تعادلات باريس سان جيرمان هاد المباراة هادي تكون فريقين بجوج هاي ماركيو وأحسن توقع هو بي جوج من ماركيو ماشي يكون قاسم جوج من ماركيو ليفيا وسالزبورغ وفولزبورغ وفولزبورغ والترتيب بينهما ديك تاتا مع الرابعة فاسافاس سيليا مع لافيس تعادل إشبيليا ربحات جوج ماتشات جوج تعادل واحد خسارة فولزبورغ عندها ثلاثة درجة الفوز واحد تعادل واحد خسارة مقابلة بينهم تعادل واحد لواحد هاد المقابلة نعطيهم أحسن توقع هو أ في فينال إشبيليا تربح و تاني توقع هو بي ماركو بجوج يونغ بويز و أتلانتا ثلاثة غيابات في أتلانتا يونغ بويز ثلاثة غيابات بالترتيب ثلاثة مع الرابعة فرق بينهم ماشي بزاف مباراة قوية آخر ماتشات ديال يونغ بويز تعادلو الخسارة واحد اللي ربحاتو أتلانتا ربحات جوج ثلاثة ماتشات خسرات جوج الماتش هدا كنعطيه توقعات دوز فينال أتلانتا تربح يتوقع الثاني ديرو بي جوج مي بارك ما دوما الماتش هذا كان عندنا وصلنا يكونوا في توقعات جيده ونشوفكم في الماتش الجاي ان شاء الله.